طبعا تعرفون ابو نايف انتم، نسميها الرجل المبدع اللي كل يوم نسعد بوجوده بسوق الخضار، ويعتبر عضو من اعضاء القناه الحيه. فاليوم صراحه طرالي اني امر ابو نايف مبسطه. الان اللي تشوفون هذا مجلس ضيافه حاطه ابو نايف عند سيارته، يعني مجلس ضيافه حاطه عند سيارته، قهوه وشاي وتمر وفلت حجاج وفالك الخير حاطه بذا، اللي يجي لامه وعزيز عليه يدخله بهالمجلس هذا اللي حاطه بجنب سيارته حقت الخضار، ويقهويه ويسولف معه ويعطيها العلوم الغانمه. هي انا اليوم سعدت اليوم العصر اني ازور ابو نايف عند ما شاء الله عند مبسطه، ودايم يبدعنا بعلوم الطيبه والغانمه. مساك الله بخير ابو نايف. مساك الله بالنور. هلا والله ابو نايف. يا هلا والله. شلونك طال عمرك؟ مساك طيب. الله يسلمك. دائما ان شاء الله انك سعيد ان شاء الله. الله يبارك فيك. نبي انك سعيد هذا ابو نايف تكفى. انا ماني بشاعر بس عاد قصيدي قديم ولا تفهمين. ايه. شوف بشرح لك قصيده. ايه. هذا هو واحد ما اطير. تسلم. ويصيد بالحباري والارانب والغزلان، طير فارس ما هو بسيط. تسلم. فجأة الطير طار من يده هاك اليوم، ما ادري يطرد حباره او ما ادري ايش، المهم ان الطير غدا ضاع. ايه. فيا يقصد يقول يا طير اللي ما كره بالوعيره، الوعيره وش هي؟ وش الوعيره؟ وضحه ما اعرف، يمكن الناس انا ما اعرفه والناس يمكن ترى ما يعرفونه، وش الوعيره؟ الوعيره طعم كجبل. الجبل. ايه هو جايبه من الجبل، كان اول مولود الطير هذا. اي نعم. براس الجبل. براس الجبل. اي نعم. والجبل هذا صعب الصعود معه. نعم اي نعم. هذه يسمونها الاولين الوعيره. تسلم. يعني وعر. تسلم. وطير اللي ما كره بالوعيره بالدوسري، الجبل هذا اسمه الدوسري. تسلم. وطير اللي ما كره بالوعيره بالدوسري ما بين بنات وسواج. وسواج. البنات معروفه. معروفه نعم. وسواج معروف. معروف. صيده ما غير اضبه وجليله. وطير اللي لبرق الريش لحق. لحق. يعني لبرق الريش وش هي؟ نعم. وش اللي لبرق الريش؟ ما لا فسر لنا. ما تعرفها؟ لا يمكن ما اعرفها انا. لبرق الريش ايه. لبرق الريش الحبارة. الحبارة. اي الطير اللي يهرب ويصدوه اكلوه يعني. اي نعم. عرفت حبيبي؟ نعم. اي نعم. وطير اللي ما كره بالوعيره بالدوسري ما بين بنات وسواق صيده ما غير اضبه والجليله. يعني الجليل هي اصيدها السمينه كويسه يقبض عليها ويعني نعم نعم صيدها بغير رضبه والجليله وطير اللي لبرق الريش لحق. تسلم. وسلمت. انا اول كان في جار لنا ابو نايف. شو؟ كان في جار لنا. ايه. ما شاء الله يعني هوايته الصيد. ايوه هوايته الصيد. نعم. كانوا يحبون يطلعون وقت الموسم يصيدون حباري ومحباري. طبعا الكلام هذا فجاء طارت بنات فكان يقول لي كلام عيال اللي يطلعوا معه يقولوا لنا ان نخيم ببنات هناك قديمه الكلام ده طبعا محل صيد ما شاء الله ما صيد كمنطقه كان قديمه محل صيد إيه ما بين بنات هذا شعيب اسمه وادي الرمى ايه معروف وادي الرمى معروف كان في حباري ما شاء الله هناك غزل ما ادري والله ورانب انا ترى لو شفت ترى ماني يعني وانا كنت صغير ما ناسنا الدنيا كذا نعم اكيد البر من اول وحباري وارانب لا لا المنطقه كانت مشهوره بالحباري والارانب قديمه الكلام ده ترى اكيد يعني اكيد يقول كان على كلامه هو قلت له انا طيب شلون تاخذوا مقاضي ما كان مقاضي يقول كان البتراء نعبي بنزين البتراء كان حاطين كان حاطين براميل على شحنه براميل معبينا بنزين ويعبون لنا بلة يقول كلام قديم ده ترى اي كلام هذا يقوله ايام الفروت من اول وقال ازفلت ولا شنب لا وكلام ما معهم فروت وما والله معهم جيوب هم جيوب كانوا يروحون وحنا مو موجود جيوب ونيتات فروت من اول 64 و65 و66 يعني من اول المحطات بعيده وقليله جدا من اول وصحراء ما في يعبون براميل معهم الحوض عشان لما احتاج بنزين عبه يشفط اللي من البرميل ويحط بالتانكي. اي هذا بالنسبه الان دي موجوده، لكن قديما كان نقصد احنا المحطات، البترا كان يقول ولد ذا يقول كنا قلت انا منين تاخذوا من البقاله والبقاله والبنزين؟ قال نمر البترا كان البترا يقول ما بلغ ريفه به شوي مقاضي خفيف البقاله، يقول كان البنزين عبيه حاطين البراميل فوق شحنه.
ما فيها يقول فوق شحنة يحط اللي ويشفط لنا العامل ويعبي لنا أخراص. لا من أول يحطون شو اسمها يا أخي يحطون مقاس يعني يعني هذه مثلا يملاها نكة زيت نكة مثلا شو اسمه؟ زيت تنكة 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 يملوا يقول مثلا بأربع ريال بثلاث ريال بخمسة ريال أرخص كلام البنزين رخيص إيه رخيص أكل أكل أيام رخيص لكنهم أكل مناطق كانت بها طيور وبها صيد وبها أرانب ومرانب كان بها صدور أنت ما طلعت بقناص أبد والله كنت أطلع بس أروح للمستود إيه المستود هذا إيه والله ضبان وب طلع ذبحان وجرابيع ايوه بس كان زمان كان مره كشت انا واحد مصري واثنين هنود تسلم يما المستيوم جيت لك الضب قلت وانا قلت احفر احفر قال وشو ما يدري وشو قلت اقول احفر الله هذيك قوم يحفرون الهنود يسالون المصري اي نعم يقول وش احنا نسوي الحين قال ذا كنز كنز يعني كنز فلوس احفر احفر والله طعمك حفلون وحفلون المهم ايش طلعت عكرة الضب تعرف العكرة مين 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 قام شوف العكرة واحد يهج منه واحد يهج منه حسبوا تمساح تراهم ما يدري وش وانا طلعه وانا احطه بغمارة بغمارة عندي غمارة ديتشن تسلم ويركبون فوق تعالوا تحت قال ابد ما نجي عند الضب هذا كلمة انت اكلت الضب والله اكلته زين اكله ادواء ها علاج صحيح يا ما الحل ولا ما أكله صراحة ما تأكله هالحل لكن يوم من أول تأكله من أول ما في لحام ولا قليل يعني حين يا ربي لك الحمد الله يديم على النعم إيه نعم وطاحم وبوفيات يا ربي لك من أول والله يا أخي أكلت الجربية الجربية طهر 1040 يوم ها؟ يقولون وأنا يطهر الماء ألف ما ألف 1040 يوم يقولون وأنا والله ما أعلم لا ذي ما عم سمعت الكلام هذا أيوة مشيبان الأولين إيه؟ يقول أنا أجربوا يطهر الماء 40 لكن اكلته انت اكيد اكلته اجرب ما يتاكل اجل خبر لك ما حنا والله العظيم انت تملى خياش من لا جربية. لا الحين انا ما اكله من الجربيع هالحين ايه؟ لا 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 ما اكله ما تاكله والجراد تاكل جراد انت جراد ممتاز هي تاكله شيخ انا ماني باكل جراد ممتاز يا جراد صحي ومفيد انا قلت اليماني تاكل الجراد قال اكل حشره عليك والله انا ما اكل حشره يقول لي جراد هذا يا ابن الحلال قال لا لا انا ما اكل حشره ما اكل حشره استغفر الله فعلا يعني هم فعلا اكثر الناس الان يعني في واحد يعلق ايوه واحد يعلق مشهور يعني معروف ما ودي اذكر اسمه ها كاتب انت تعليق ها يقول يا اخي وينكم يا تاكلون الجراد والضبان والجرابيع ما تجون تاكلون هالنمويه الناموس ذبحنا يقول والله ما تجون تاكلون هالناموس ذبحنا يا اخي ما بقولها ما عندك حل يعلق ويعلق يعني جايبه كنكته جايبه كنكته يمزح يعني كمزح يعني كمزح يعني لكنه ما خلق الله شيء الا بفوائد يا ابو نايف لكن ما كل نفس يعني تقبل الشيء لكن الله سبحانه وتعالى ما خلق الشيء والله من اول اسمعي من اول انا اذكر يوم انا صغير ابوي الله يرحمه لقاها الضيف ذبح لذبيحة وذبيحة ما شاء الله لنبات الخروف ما شاء الله كل شحم تسلم يقولون ودموا لا يقول أول ما يبدون بذنبه ذنبة الخروف والله العظيم أول ما يبدون بالشحم هم من العصبان العصبان تعرف وش العصبان لا شحم أشحم اللي ببطن النعجة بطن النعجة أيوة يسمونه عصبان العصيب إيه عصيب. العصيب أول ما يبدون والله ما وإنهم ما يخلون ساعة نص ساعة إلا ما غير عظام سبحان الله من قلت اللحم بس أول. يمشون لا يمشون وبنايف من أول ما به لحم أول لا تشوف لا يعني أهل البادية الله يذكرهم بالخير ماشي لا الله يذكرهم بالخير يأكلون سمن شيء بال تلقى على تقول على هالرجال يحطه بالرز يأكله نصه يحطه وأديه يصبونه على الرز أكيد. يعني هذا كله سدد لشرايين لكن زينتهم إنهم يمشون ماشي. يمشون هم هذا اللي خلاهم يخفف عنهم الشيء هذا لكن الان هم يوم دخلوا اكثر المدنيه بدأ ياكلون هالشيء هذا ويجلسون شوف احنا مستشفيات الله يستر مليان قصر 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 اي نعم اي نعم فالدهون يعني مضر هو صح دهن الغنم ممتاز ومفيد بس بقله يا رجال من اول ما ياكلون الا تمر بس نعم. انا اذكر ابوي غدا انا وتمر وعشانا وش اسمه فطورنا خبزه وحليب حليب ولبن نعم
طازة. بس والله يا قوة عليها. أنا ما 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 يا رجل سبحان الله. قوية مرة قوة ما أدري. على الأكل يا أبو. خير واجد. لا الناس الحين يعني ما في ترتيب بالأكل يا أبو نايف. الإسلام علمنا بالترتيب. ثلث للأكل وثلث للنفس وثلث للماء. صح. هذا اللي بيصحي اللي بيصحي لكن الحين تبغونه من ها مفطح ولا من هالكبسات ها ومن يلا ينفس لا محل لا ماء ولا هواء ومن يقولك والله يا اخي ترشي تتبير وش اسوي به ما بعذرك يا اخوي لا بشرك الحين المره الله يهديهن ها الله يهديهن بقص القصه بسيطه في واحد شايب طب عنده سوق الخضرة يمشي واللي هو يعكس على عصا عصا ويجي هاك الشايب قال يا الله حي ويسلم عليه قال يا بوي ما تخبر لك واحد انت عارف طرق ولا تسوي مطازيز ابى تزوجها قال لا موجود اي تسلم قال صاد ولا تمزح قال لا لا صاد قال اوريك اياها وشفها ويشوف هي ما قال يشوفك لا شفها انت بعينك ويحط طال عمرك بالسياره وين طلع به راح وداها المقبره قال هذول رايت اللي سينا مطازيز ولا هذول ما شاء الله عليه الو تكفى الله يرضى عليك جيب لنا فول وعدس ما بقدر والله فيه ما شاء الله فيه فيه ناظر اسمع إيه؟ لا لا تلي هات الله يهدي الحمد لله خير واجد يا ما زي اول يا خير واجد ولو عطنا جبنا مرة المطعم جبنا غدا الو جبنا عشاء وهذا من فضل الله وخير والحمد لله وش نعم يا ابو ذا لكن لكن, لكن, لكن على الاسراف بالاكل أيوة. الله سبحانه وتعالى يعني الاسراف بالاكل هذا طبعا له شيء حدود شوف حدود اليبي دائما اليبي الصحة والعفو والعافية والقوة العشاء هذا لا يستخدمه شوف العشاء لا لا يستخدمه إذا تبي الصحة وقوة عشاء كنسل بحياتك إذا تبي الصحة وقوة وتبعد عن أمراض فالعشاء هذا أكبر مضر هو العشاء لأنه الناس تأكل والسلام عليكم يروح البيت وين البنت يا بنت وين الفراش ما وين بيشخ ويش يحر هذا بيك أقل شيء ساعتين ثلاث ساعات عشان تخضم أنت ما تبطلع من العزيمة لو أنا مثل بطلع من عزيمة وبيتي أنا معزوم مثل طال عمرك مسافة كيلو أدق رجل البيتي مسافة كيلو سنة أقول صح يمدي تخرط ويمكن يعني المشي هذا أثر عليه لكن أكثر الناس طال عمرك يطلع مثل من قصر ولا من عزيمة يركب سيارته وينحر بيته أمون عاد طال عمرك ينام هذا اللي أكثر عن ولد يعني اللي هو عندك طال عمرك اللي هو انسدادات وعندك طال عمرك قسطر وعندك اللي اكثر من مثل الله يشفيه ان شاء الله اللي طلع له كرشه بسبب اللي هو اكل الليل الليل ده ما هو يعني مو بصحي بتاتا يعني الليل اذا تبي الصحه يكون اكلك خفيف نشويات ويكون طال عمرك مثل فواكه بس وراء إذا الواحد يبي صح يا أبو نايف شوف أنت تذكر إذا تبي صح وتبي أكل يعني تطبغه في مجال خليك مثل الأولين الأولين ما تلقى واحد له ترشة أنا راهنك تلقى ما تلقى من الأولين له ترشة ليش لأن عشاء المغرب من أول المغرب من أول اللي له كرشة تعافى الحريم لا لهم ولا أو عشاء المغرب أبو فهد يطلع من يصلي أبو نايف يصلي المغرب يلقى عشاء بالحوش محطوط الأولين رعن الفلاح نذكرهم رعن الفلاح من الفلاح تلقى العشاء عشان بالحوش يتعشى ويقعد يتقهوى ويسمى الراس ويشب ضوه ويسولف مع الحريم والعيال على بال ما يدن العشاء ومن يروح طالع يصلي العشاء ويقعد بالمسجد فترة يقعدون بالمسجد يسبح وهلل وتسننون نول ما شاء الله عليهم ومن لا أجي وثر تسد تهضم الأكل لكن الحين لا طال عمرك الآن الأكل المشكلة الآن صار أكثر الناس يعني همه إنه يأكل وبس ما أدري وش المضار تنتج عن اللي هو الأكل اللي هو خاصة في الليل هنا علينا الصحة في الليل طيب أبو نايف أنت ونوبك تساكل أول عن غير بريد أنت والله أنا من أولاد حايل أنت من أولاد حايل أولاد حايل مولود بحايل راسي بحايل مولود بحايل بأي منطقة بأي مدينة والله مو بحايل المدينة يعني بدو حنا كان عنده إبل وغنم نعم وكذا وبعد ذلك أبوي كبر شوي والغنم ذبح الدهر أحيانا يجينا لنا بعض السنين يجينا بس يوم صار عمري 17 سنة جينا بريدة هنا وسكنتنا وسكننا وتعلمت السواقة وقعدت أشتغل بالتكاسي أروح للرياض
وبعد ذلك سجلت في الشرطة في الدوريات والنقدة. طيب خلنا نبدأ من أول. يوم جيتوا لبريدل كم شريتوا البيت؟ قيمته كانك اليوم تقريبا؟ والله ما كان ببيت، كان بيت شعر. إيه شعر، شعر ما في ما في ساكنين بشعر. إيه كل الناس بيت شعر. بشعر. إيه. طيب التاكسي اليوم يوم التاكسي كانت تكد وين، بأي منطقة؟ والله كنت بالرياض. تكد الرياض. إيه. كان الخط واحد ما هو بسيدين. خط واحد نمر ساجر، ومن ساجر تعمرك على ونرجع مع كرة. خط واحد كرة. كرة. إيه والله. كم تخلونا كان من بريدل للرياض من أول؟ نخليها يمكن 8 ساعات 9 ساعات. 8 ساعات 9 ساعات. أي والله. ما كان... مثل السيارات الجديدة دول. بس. 60 70 80. ماشية. إيه. ولقينا شقرة ووقفنا وقعدنا نتغدى ونمشي على مهلنا. ما حنا. ما تسرعون كانوا. لا لا. ها؟ وكل سياراتكم كانت وشي فورت معك؟ والله اللي كان أول معي فورتي. فورت. إيه نعم. وبعد ذلك بعته وشريت ونيت هاف 64. وكنت حايل، وكنت الرياض بعشر ثريين راكب. الراكب عشر بالصندوق. الصندوق يركب بالصندوق قاعد. ويوم التاكسي كم معك، كم تودي الراكب بالتاكسي؟ والله التاكسي مرة ما كديت على الطرق، بس بالرياض أحصل 20 ريال 30 ريال. كم تودي الراكب ممكن تول الرد؟ أوديه من مكان يعني لمكان من الشميسي. لا لا أبي ما تروح تودي من ركاب نبريد للرياض. عشر ثريين الراكب. إيه. نبريد الرياض 50 100 ريال نودي الرياض. وكم تتعب السيارة؟ كان بنزين أول رخيص مرة والله. أنا ناسي والله أخوك إني ناسي، لكن يمكن 10 ريال 15 ريال ثمن التانكي. ايه. من أول التنكة ب3 ريال التنكة الرياضة شيء. ايه. وكم قيمة السيارة اللي كانت معك، كم قيمة تشتريها؟ والله أنا شريتها ب3000. 3000. وتوديك الرياض ما شاء الله. ايه تعتبر جديدة. ايه. ها ما شاء الله 3000 ريال. ايه. لأنه كان الديتسن كم تسوى أول جديدة؟ ما عندنا الدداس. الدنسن هذه يسمونه عراوي. اي عراوي. قال يا حلال القوم يا ولد عراوي خلص جيبنا ودي جديده. اي ها ايوه يا عليك. ولكن ال 50 ريال كلام لو انت ال 50 تشتري بعرضك اليوم؟ لا ما تشتري بعرض، لكن تملى بيتك و يعني لها نتيجه. تعرف كم قيمه كان الكفرات من كل ايام؟ كم قيمه الكفرات تقريبا؟ والله اخوك هنا ما ودي اكس ما والله ما دام ان الراكب يشرف كل شيء رخيص. فدام الكفرات رخيصه كانت رخيصه. إيه؟ لان الريال ذاك الحين إيه؟ ترى يعني له قيمه طبعا. ال 100 ريال انا مره رحت اشتري ضحيه لولدي لامي الله يغفر له. الله يرحمه. 100 ريال خلوني الله ما عندنا شيء. ذبيحه ضحيه. هي ضحيه ب 100 ريال الدنيا. ايه بس 100 ريال وين بعدك كلام لا قيمه. اكيد. ها إيه والله. حصل لك موقف بالطريق وانت راح تكد تودي مشاوير للرياض وكذا، ما حصل لك موقف؟ والله مره كنت انا محمل من الدمام معي هذا شو اسمه باص. باص. اي باص يمكن يركب 25 راكب. راكب. اي ما هو زي الباصات الكبيره. اي نعم اي نعم. محمل الركاب انت كنت؟ اي كنت احمل ركاب من الدمام. اي وبه واحد صار اي مشكله معه عسكري بس انهم لابسين مدنيه. المعسكر انما لابس مدني هكذا الحين ومكلبش العسكري مكلبش. يوم به نفود دون الدمام والله اني نسيت دون خريص نفود هناك نفود ما هي بسهله بس انا مو مزافله الزلد بس انه خط واحد. خط واحد نعم. وينكسر عليه العكس ورا الباص. الباص تسلم. ولا وين انت قعدك ساعه ساعتين 4 ساعات ما جتك سياره هكذا الحين معي ولا لا الحين؟ نعم. يوم قلت وتعقف السيارة والصوت دفى شوي عن الخط وانتحر. قال يوم دريت ولا سجن يوم هج. أوه. أيوة. والعسكري ألحقتك فيا ولا لحق ولا ما شاء الله كان حي يا ما شاء الله تلحق الغزلان من أول. تقول صار. والله عظيم إنه لو خمس دقائق ولا ست. سدحته. أنا سدحت تعال. جودة جود كنت حتى رجلي. ما في بعد. إيه والله جاتنا على السيارة وركبت الركاب وراحت ورحت رفيجي اللي أنا اسمه أبو عوض عتيق شديد. تسلم. خوي اللي. تسلم. ومع سيارة وشرينا عكس ورحنا لسيارتنا وركبنا عكس. لا ميكانيكي ولا شيء أنتم تركبون. إيه حنا اللي نركب. ما شاء الله. هو ما شاء الله مهندس بعد. ما شاء الله. والله إحنا نجي الحمد لله. وفاتوا يعني ايام جميله على تعابه على تعابه لكن ايام جميله. أيوة ها كانت ايام جميله
وسعادة. والله هي. جميل الحمد لله الشكر لله والله الحين جميل. لا ولا جميل لكن. من أول غادي نضيع تدري إن ندل على النجوم أول. لو جيت حائلة بروح صحراء. فيها النجمة نجمة العشاء هذه اللي أنا نسيت اسمها. سيل ثم يسمونها. حطها حجاج اليسر. تسلم. وعلى طول لما نجح. ما شاء الله عليك. من أول ندل على النجوم. هالحين يا ربي لك الحمد. ابي الديره الفلانيه في الجوال إيه؟ راح يمين راح يشار اي عندك اي نعم جوال وامن إيه؟ وامان الحمد لله وشكره نعمه اي والله اي والله تبي شكر دي بس والله اني امشي الايام رحت ل سكاكا لا شو اسمها الجوف ما عمري جيت الجوف ونجيها كنا فوق اللي هويات وطلع تعرف طريق اي نعم والله الواحد قلبه على كراسي يا رب لك الحمد اي والله الحمد لله جيت وغرست وراء ام حجره ولا ماني بعيد على خط بس انا شبك ولا مغير انا عامل اللي عندي سواق معي خاص وتغرز السياره ولا والله الحصر ولا والله ياثر الديبان انها تقل في الجنه اعوذ معي منه سبحان الله اي والله ونذل وانا ادق على النقده 9 9 9 قلت يا اخي انا تغرزت وانا حتى وانا صاد الما ما معنى ما وانا حطشان انا وخويي قال دق على امن الطرق تعطينا رقم مهم يعطينا رقم يفزعون ما شاء الله عليهم تقول السهل ما شاء الله عليهم جزاهم الله خير وانا دق عليهم قال وين موقعك قلت الموقع بالمكان الفلاني قال خلاص ان شاء الله جايينك بالطريق يوم نزل طفيت الجوال ونظرت ولا هاك رأيك سطحه محمل نخل وبه وش هذا يشيل اي نعم النخل اي نعم ما ادري وين جاء وراه يوم قال وراك تم غرز ويريوس ويجيب هكا الحبل سودانيين اثنين سودانيين تسلم وهم يسحبونها ويتطلع ماشي. قلت الله يكزي من ارسلكم خير انا حسبنا شرطه ما انا جاء صدفه يعني ايه قال والله يا ابن حلال احنا ما ارسلنا احد بس يوم شفتك اخذت اللفه من بعد وجيتك ما شاء الله جزاه الله خير ايوه ويوم طلعنا طلعت السياره ودورنا وخذنا خطب نروح لبعير ولا هذه النجده جيب وراه سطحه جايبينهم لا قبل انت قلت ترى انا طلعنا ما اكثر الناس ما يدري يعني امر الطرق لهم خدمات كبيره والله لما اول شيء طال عمرك لو تعطل بنزين جابوا لك البنزين لحد محلك تبي سطح جابوا لك عندك عطل بالسياره ممكن يجيبوا لك كهربائي ميكانيكي يعني عندهم خدمات عظيمه لكن اكثر الناس ما يدري عن الميزانيه ما يدرون عن الميزانيه الله يقويهم لما الواحد تعطل ولا غرز اسال الله يعز عيال عبد العزيز امين ما خلوا عنا شيء المحطه عسى الله يعزهم امن وامان والله اللي دقيت على من الطرق يجونك مهما كنت اقرب مركز لك يجون لحدك لا جزاهم الله خير خدمات وعسى الله يديم علينا النعمة ويرى الأمن والأمان رب السماوات الحمد لله هذا من فضل ربي يعني عندنا ناس طال عمرك يخدموننا برضو يعني ذول هم بس شغلهم وبرضو يخدمون المواطن بالحاجات الثانية اللي ما هي بأمنية يعني فشيء يعني شيء بعض الناس بعد نفتخر بهم حقيقة بعض الناس طيبين أجواء واجد الطيبين هينا الطيبين اللي دور الخير واجد ما شاء الله عليهم هي هذه الحقيقه نشكرك ابو نايف وبيض الله وجهك اعطيتنا سواليف جميله جدا عن الماضي والله انك شرفتني عن الحاضر عن الحاضر الله يوفقك ابو نايف وجزاك خير عنا وتمتع كل يوم حقيقه اهل السوق واهل السوق يشكرونك اكثرهم ويذكرونك بالخير ويفرحون يسعدون شافوا خشيشك بالقناه ابو الله يوفقك ابو نايف طبعا هذه ابو نايف أنا يوم أتكلم عن كنت عند واحد يعتبر أكبر محل للعطور في بريدة أكبر محل أيوة. تسويق العطور في بريدة الرجال يتابعك صاحب المحل أيوة. قال وين تبي قلت بروح لأبو نايف قال أجل سلم لي عليه وقدم له الهدية هذه أكبر هذا يعتبر من العطور العود الفاخر الله يعني دهن عود فاخر يعني هم متخصصين بالعود الفاخر يعتبر ما شاء الله. فقال أبو نايف يستاهله فانا بقد يا ما اصورك عشان اوريه اننا اعطيك اياه لا قد يحسب ان هطنا الله يوفقك يا الله يجزاك خير جزاك الله خير مشكور هديه سلم لي عليه سلام قريب سلم الله يوفقك جزاك الله خير